تمام يا باشا. ايه اخبار السجن النهارده؟ مظبوط زي الساعة يا باشا. نزل الغذاء العنابر وحصلين. حاضر يا باشا. انتباه.
اسمي ايه؟ سكر سعاده الباشا. سكر ربنا يخليك. اتنفذي فين؟ في وش الخياطه يا باشا. خياطه؟ الخياطه يا باشا، الخياطه. وانت ايه اللي جابك هنا؟ تهمتك ايه؟ عصير اسود يا باشا. تهمتي قضيت تهريب من جبر بورسعيد، بس والله العظيم مظلومه يا باشا. السجن ما فيهوش مظالم، ما دام المحكمه حكمت يبقى التهمه ثابته. 48 في التقديم. قدامي اتفرجي. السجانه اللي ثابته تخرج تتحول للتحقيق. حاضر يا باشا. ايه الهرجله اللي انا شفتها دي؟ تقولي لي فين ضباط في السجن؟ معلش يا باشا، غلطه مش هتتكرر تاني. احنا هنا في سجن مش في حضانه، مفيش حاجه اسمها معلش. ايوه يا فندم. طيب دي واحده، اتفضلي انت. ايوه يا باشا. ايه سعادتك بتوصيني بنفسك؟ على مسجونه كمان؟ ايه سعادتك عليك ضغوط ولا ايه؟ ايوه ده لازم صبحيه عابدين. ايوه بسميها بيسموها لون، صبحيه لون. يا فندم دي ايدها طايله وفارده لوحة كلها في السجن. ايوه انا سبق وظبطت معاها ممنوعات. خلاص سيادتك تؤمر. انا عبد مامور، انت تؤمر وانا نفس. مع السلامه. ما بتاكلش ليه جميل؟ خلاص شبعت. لا يا عسل، كل راح قلبي يا اخواتي، ما بقدرش على العسل ده. يا اخبار الصبح. مساء الخير على الصبح. هتعمل لي قضيه بعقب الاصطباح يا باشا، مش مقامك. طلعي الحشيشه الصبحيه. ما معيش يا باشا، دي كانت اخر سيجاره ومستعده لتفتيش. اخلع. اتلم يا صبحيه. انا مش تلموذة يا باشا، ولو عندي تموين اشيلهوش هنا، عندي في السجن الف مين يشيلهولي ويديني المؤنن بتاعي يوم بيوم. ايه ده؟ وايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل دي حاجاتي انا يا باشا، دول كلهم ناس غلابه، وعندي لسه كمان ممنوعات اهي، عشان ما تتعبش روحك في التفتيش. ايش ايش ايش؟ ايه ده يا بس سجانه؟ والله ما شفتهم لما دخلوا يا سعاده الباشا. الحاجات دي دخلت هنا ازاي؟ ما اعرفش يا باشا، والله ما اعرف، مش ممكن. الحاجات دي كلها تتحرس. حاضر يا فندم. هي والسيرة دي كلها. حاضر يا فندم. انت فاضل لك كام سنة؟ مش هطول يا باشا، القضية في النقض والحكم هيتلغي. طول ما انت عندي هنا تبقى مذنبة. تلاقي اللبس ده وتلبسي لبس السجن، وتشيل البويه دي على وشك، والدهب ده كله يتصادر، ويتسبت بلاغات. أنا ما شفتكيش هنا قبل كده. حضرتك شرفتينا امتى؟ جيت من أسبوع. اسمك؟ طهرة. تهمتك؟ أداب. طهرة قوي. المسجونة دي بتعمل إيه هنا بس سجانة؟ تتنقل عن برها فورا. حاضر يا باشا، وانقلك دي كمان؟ سيدة الذكر دي كل يوم ضربة لها مسجونة جايبة لها مستديمة. دفاع شرعي يا باشا. لا أنت بقى تفضلي هنا في عمر المأمورة. مأمورة؟ حض الله سعادة الباشا. ليه؟ أنت مش مسمية نفسك المأمورة؟ اسمعي بقى ما أقولك، أنا بسمع دبة النملة في السجن هنا. ها؟ أسبوع تأديب. أسبوع انفراد يا باشا، ده ظلم يا باشا، ده حرام. ولو أي حد وصى عليكي بعد كده حواريك الويل. يا أم ويل طايلة. تاخدي الدهب ده كله دلوقتي. حاضر يا باشا. نفذوا الأمر، وأنت حصليني على مكتبي. خليك يا ستار. يلا وصلك البيت. كتر من بس الاول نروح نجيب ايس كريم. منين؟ من رحيل عرفه. عينيا الاثنين. يلا ميرسي. خالص يا طنط رامز. الله، هو في ميرسي بين الصحاب ولا احنا مش صحاب؟ احنا اكتر من اصحاب يا طنط، انا بحبك زي ما تكوني ماما. الله يرحمها. تفتكريها يا ايه؟ لا انا كنت صغيره قوي، بس اكيد كانت حلوه وطيبه زي كده. ايوه يا حبيبتي. انت متجوزه بقالك كتير؟ ايوه. ليه؟ طب ليه ما عندكيش بنت كنت حبيتها ولعبت معاها؟
كلي الايس كريم قبل ما يسيح. اهلا وسهلا ست هاني. تعالي يا ايه. تعالي يا ماما. البيه وصل؟ ايوه ست هاني لسه واصل المطار. طب خلي السفرجي يغديه على بال ما وصل ايه. حاضر ست هاني. خلاص يا فندم عليك وصلتيني. يا سلام. ايه مش عايزانا نطمن على الحاجه؟ يلا تعالي. بنت اصول يا بنتي اتفضلي. ميرسي. اهلا اهلا نورتي البيت. اهلا وسهلا اتفضلي يا بنتي. اهلا بيكي. طمنيني على صحتك. او ايام ابقى مستريحه وفجاه تجيني الازمه واحس ان قلبي هيقف. اتفضلي يا بنتي. سلامتك الف سلام. مش الدواء برضو عندك؟ دايما عندي علبة احتياطي، لكن اول امبارح ما لقيتهاش جنب سريري، ما بقيتش قادره ادور عليها، وكنت لوحدي وآية في المدرسه. يا خبر. وبعدين اضطريت اطلب حازم في السجن، جاني طيران. معقوله يا طنط؟ ما طلبتنيش ليه؟ ده انا نمرتي عند حضرتك، ده انا كنت جبت لك دكاتره الدنيا كلها. عارفه يا بنتي بس ما حبيتش اقلقك. يا خبر. هو انا مش زي بنتك ولا ايه؟ طبعا يا بنتي، وانا لو كان ليا بنت مش هتبقى اعز منك. ده شعوري وغلاوتك من يوم ما اشتريتوا الفيلا اللي قدامنا وسكنتوا فيها. يبقى خلاص انا حاجه اطمن عليكي كل يوم، ومن فضلك ما تتعبيش نفسك، وانا كل يوم الصبح هبعت لك حد من الشغالين اللي عندي. بابا جه. اهلا اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. الله يسلمك يا ماما. لقيت لك الدواء بتاعك، كل ما هلاقي منه هجيب لك كمان. استني بس يا حبيبتي. انت عامله ايه دلوقتي؟ انا النهارده الحمد لله كويس. طب الحمد لله. طب خلنا ايه بقى يا ماما؟ يا بنتي انت باين عليك جعان قوي. هموت من الجوع. اهلا. عايزه ايه بس؟ اهلا اهلا مدام راي. اهلا حازم بيه. ازي صحتك؟ الله يخليك. انا الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي عشان اللي بتعمليه لي ده. ايه يا خبر. ايه دي حبيبتي، يا ريت بقى في يوم اجازتها تسمح لي افسحها معايا. لا لا لا، كله الا يوم اجازتها. يوم اجازتها ده هو يوم الاجازه بتاعتي، اليوم الوحيد اللي بقعده معاها. اتفضلي حضرتك. مش كده ولا ايه؟ ايه ايه ايه؟ يلا يلا في الشقاوه بتاعتي. احنا بنروح نادي الشرطه، ما تيجي معانا يا طارق؟ ايه ده معقول برضو يا ايه؟ ليه لا؟ عندك مانع؟ يا خبر، ده يبقى شرف كبير جدا ليا، حتى هتبقى فرصه كويسه اتعرف على درويش بيه جوز حضرتك. درويش اصله مشغول على طول، ده ما بيقعدش يومين على بعض في مصر. يا خسارة. عن إذنك. مع السلامة. وأي بضاعة في المطار خلي المخلص يطلعها فورا. ماشي. ودوها على المخازن بتاع العملية. ماشي. مساء الخير. أهلا حبيبي قلبي. وحشتيني. ايه ما بتاكليش ليه؟ مد ايدك. ماليش نفس. ده انت نفسك السادس لما شفتيني بقى. ما شغلك ايه؟ فل الفل. صاحبي. انا طالعه اوضتي رايح. قال نسوان اوروبا قال. هذا النسوان اللي صاحبي. عايز ايه؟ عايز ارتاح شويه. روح نام في اوضتي. انا عايز ارتاح. هنعيده من تاني ولا ايه؟ هنتفق من اول وجديد. ابعد عني. هنتفق من اول وجديد. بحبك ووحشتيني. اطلع بره اطلع بره اطلع بره اطلع بره. Thank you.
انا جاي لك على طول. هات ايدي. ها يلا. مش معاك ولا ايه؟ انا طبعا ما راح انساك. ميرسي حزيني. ميرسي جدا روي هانم اللي جيتي معايا. ايه ده انتوا لسه هانم وبقيتوا ما بقيتوش اصحاب ولا ايه؟ بيتهيألي بقينا ولا ايه رايك؟ طبعا بقينا اصحاب. طب ما تتفضلي انت روي هانم وانا هاجي لكم على طول، بس هغير هدومي وهاجي. يا راوية حجيلكوا على طول. صباح الخير يا رز. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. اقعد يا آلي. مبسوطة يا آية؟ مبسوطة خالص يا طنط راوية عشان تيجي معانا. ربنا يخليكي. وانت مبسوطة؟ ما تصوريش قد ايه. طيب ايه رأيك بقى في بابا؟ المهم هو رأيه فيا ايه؟ ده أول مرة يعزم معانا واحدة ست. أو جه سيدي رز. أيوة فهمت. لا تعالى ادخل. اقعد. ايه انا اتأخرت عليكم؟ لا أبدا. انتوا زي ما طلبتوش حاجة بقى دلوقتي. أنا عايز آيس كريم. وأنت يا طنط؟ أنا هاخد زي البابي. أنا هاخد عصير ليمون. أوكي. بدر. أيوة فهمت. عايزين واحد ايس كريم واثنين عصير ليمون. حاضر. استنى لو سمحت. ايوه فندم. طب سؤال بالكاميرا دي. انا يا فندم. استنى لما اجي. هتعملي ايه؟ حاضر. هتعملي ايه؟ خد لنا بقى صورة عائلية. ان شاء الله هتبقى كويسه. انت عرفت ازاي؟ كلمتني وصوتها ضايع خالص. على العموم هتبقى كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. انت ازيك؟ الحمد لله. انا مش عارف اشكرك ازاي. على ايه بقى؟ انت محظوظه جدا، لولا الست اللي انقذتك وجابتك لغايه هنا كانت الحاله هتبقى خطيره قوي قوي. الحمد لله. نفس اريح وقت يا حاج. طبعا. دكتور لو سمحت. حازم بيه. أنا والدتي ازاي دلوقتي يا دكتور؟ الأزمة كانت شديدة لكن هتعدي بإذن الله. طب هي هتقعد في المستشفى كتير؟ يومين أو ثلاثة بالكتير، بس على فكرة لازم تاخد الدواء مظبوط بانتظام. لا بالنسبة للدواء أنا هديهولها بنفسي كل يوم. يا ريت. ومن كل أسبوعين أو ثلاثة كده تبعدوها عن جو القاهرة، تروح اسكندرية، الريف، أي مكان. مفيش مشكلة في الموضوع ده خالص، العزبة قريبة من مصر. طيب عن إذنكم. شكرا يا دكتور. متشكرين أوي. وبعدين معاكي بقى. ايه هنبتدي نلخبط؟ بس ده كتير قوي. هزعل منك.
طب انا مضطر اروح اجيب ايه المدرسه. سيب موضوع ايه ليا، انا اللي هروح اجيبها، خليك انت مع طنط. انا اسف. متشكر يا راجل. بس ايه؟ مفاتيح طنط كانت معايا، اخبارها ايه؟ طمني. كويسه الحمد لله، اتغدت ونامت شويه، قلت اجي استريح. تلاقيك ما اتغديتش. حضرت لك الغدا. حضرت لك غدا؟ معقول؟ دي كمان سويت لك قلتلك وحطيت لك بيجامه مكويه على السرير. كمان بيجامه على السرير. ايه هي اللي عملت كل حاجه، وانا اللي ساعدتها، كده ولا مش كده؟ كده. كده؟ بتهيألي تغير هدومك على ما محضر السفره. طيب مش هتاكلي انت وايه ولا ايه؟ لا احنا سبقناك بالهنا والشفا. على فكره انا بحس الدرويش بيه عليكي. بالمناسبه انا في البيت ما بحطش ايدي في اي حاجه، ابويا الطباخ والسفرجي. يا في الحاله دي بقى درويش بيه هو اللي لازم يحسدني عليك. عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. اتفضلي. يعني انت بعد المرحومه مراتك ما اتجوزتش ليه؟ في الحقيقه ما لقيتش الإنسانة اللي تناسبني. معقولة؟ ما لقيتهاش أبدا؟ محدش يتحرك، بسرعة اتحرك. العزبة نورت بقدومك يا حاجة. منورة بصحابها. تعيش قشطة واللبن قشطة. بالهنا والشفا يا حاجة. آية حسبي لا تقع يا آية. يا اهلا اهلا وسهلا يا ست ايه، دورت العزمه، خلي بالك منها يا ست، دي ست الكل يا ايه. يا اهلا وسهلا. حسبي يا حبيبتي احسنتوها على خفيش فيك. امال بابا وطنط راوية فين؟ بيشم الهوا. برافو عليكي سبقتيني. ايه يعني مش انت اللي خليت نسبق؟ على العموم كلك ذوق. انا اسف نسيت في لحظه انك ست متجوزه. انا بقى ما نسيتش رغم ان انا بعاني من الجواز ده. انا مش قادر افهم ازاي تتجوزي واحد ما بتحبيهوش.
كنت سكرتيرة عنده. هو كان عايزني أكتر من سكرتيرة. كان أفضل حل هو الجواز. حازم، أنا مفيش حد في حياتي أقدر أعتمد عليه. أرجوك تفهمني، أنا محتاجة صديق أحترمه ويقدرني، صديق أقدر أفضفض له ويفهمني. أرجوك ما تسيبنيش. إيه؟ هتقدر تسيبني؟ العزبه نورت. باشا فين يا ولد؟ موجود. موجود فين؟ الست هانم الكبيره جوه اهي. طيب السلام عليكم. اهلا يا بيه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا حاجه. اهلا بيه. خدامك درويش. العافيه درويش بيه. الله يكرمك. ده العزبه منوره. اهلا بست الحبايب. ازيك يا حلوه؟ بصي عمو درويش بقى. الله، ده انت مدموزيل كبيره بقى، جيل تلفزيوني يا حاجه. أنا من رأيي بلاش نتقابل تاني. إيه اللي يمنع نبقى أصحاب؟ يا ريت نقدر، بس هيبقى صعب أوي. خايف من إيه؟ من نفسك ولا مني؟ أرجوكي خلاص، كفاية كده وانتهينا. بالسهولة دي؟ بصراحة الحاجة قلبها مفتوح لك، وآية ما تقدرش تستغنى عنك أبدا. الباشا وصل يا هانم. انتي مش قلتيلي انه مسافر؟ الحقيقة هو ممكن يجي فجأة، ملوش مواعيد. يلا بينا. يا ألف أهلا وسهلا. أهلا يا باشا، العزبة منورة. منورة أصحابها درويش بيك. لا درويش بس، أخوك درويش. أهلا يا فندم. اتفضل. اللي رجعك بس مكتوب لي قابل سعادة الباشا. ده أنا أول السواق ما قال لي إن سعادتك منور هنا، جيت طيران. كرسي يا ولد. هتقعد على حجري يا ولد. كرسي يا ولد. أه يا ولد، المية الساعة يا ولد. همي يا ولد، همي يا ولد، كرسي هنا يا ولد. يا دي النور يا دي النور. أهلا يا باشا، طمنيني يا فندم، قمت بالواجب مع الباشا ولا هتأثر رقبتي؟ ما تقلقش، قمت بالواجب وحدي. والغدا اوعي يكون فراخ ووز وبط وحمام وكلام مسح الزور ده. غدا الباشا لازم يتعلموه العيال في الكتب. واد يا جديد. ايه ايه يا باشا؟ تبيعها عجالي وجوز خلفان للباشا اوامر يذبحوا دلوقتي. واجب يا باشا من عينيا. ايه ده 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 ليه ده كله بس؟ واحنا اديك الساعه يا باشا. اتفضل سعادتك معايا بقى لحد ما تحصل الالفه كده. اتفضل سعادتك. عن اذنك يا روحي، انا راجلكم. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا. يا اهلا وسهلا. دي بقى باشا قعدة المزاج اللي ما يخشهاش الا كل عزيز وغالي. ده النهارده زيارتك لينا تتكتب في التاريخ يا باشا. مديها منكر. لا انا ما بشربش. سعادتك ضريب بقى، جاهز المساء. لا من فضلك، لو جبت اي حاجه مني انا همشي على طول. خلاص يا باشا، اتكل على الله يا جهاد. هو ذنبي يا باشا اني عايز ارضيك واقول لك صواب العشرة شمع. ده كفايه يا باشا ان سعادتك واخد بالك من مدام في غيابي. ده جملتك على راسي من فوق، ده انا مطمن عليها معاك. اللي بقول يا باشا، انا كان عندي سؤال ونفسي اساله لك. اتفضل. سعادتك ابن ناس وابن اصول ومش باين عليك لا مؤاخذه زي ما بيقولوا يعني. هما مين دول بقى اللي بيقولوا؟ والله يا باشا بيقولوا ان سعادتك شديد قوي على النسوان في السجن ده، مهما كان سجن الحريم. ودول برضه ولايه. الا يا باشا ما بيصعبوش عليك. انا مامور سجن بنفذ القانون ولوائح السجون. يا باشا سعادتك راجل مخك كبير وحته، القوانين واللوائح دي ممكن تتطبق برضه حلواني. طب ما تجيب من الاخر طلباتك. لا يا باشا، طلبات سعادتك الاول وانا شبيك لبيك. مش لما افهم انت عايز ايه الاول. واحده غلبانه عند سعادتك في السجن، عزيز عليا قوي، وسعادتك شد عليها شويه زياده، دي مظلومه في قضيه مخدرات. صبحيه عبدين مش كده؟ لا مصحصح يا باشا. وانت بقى ايه علاقتك بيها؟ انا بقى اللي حد سعادتك 3000 جنيه في الشهر. اي كلمه زياده حالب عليك الطرابيزه. وانا في وسط رجالتي صح صح لي يا باشا. انا اسمي درويش الكبير. انت حيوان. انت
طب استنى يا باشا، الكلام اخده وعطى. خمس بواكي ماشي، وعند الكبر الحمار كان هيوقعني عشان حمار. يلا يا ايه، يلا يا امي هنمشي. يلا امي هتمشي يعني؟ هنمشي دلوقتي حالا. لا انا مبسوطه هنا مع كندر قوي. قلت لك هنمشي يعني هنمشي. في ايه يا حسن؟ يلا امي عايزه في ايه؟ خلاص يا استهانم، التمثيليه اتكشفت. حضرتك جايباني هنا عشان جوزك يعرض عليا رشوه. رشوه؟ ايه حصلت يا راويه؟ رشوه ايه يا تون؟ صدقيني انا ما اعرف اي حاجه. كدابه. اتفضلي يا امي. حازم احلف لك ايه؟ انا مش قابل اي اعتذار. طب قول لي درويش فين؟ انت وجوزك فاهمين بعض كويس قوي يا استهانم. انا اذنك بقى للناس ما امشي. طنط اعملي معروف، قولي اي حاجه. اسبقني يا حازم. تعالي معايا اهي. حتى لو كنت مظلوم، جوزك غلط غلطة كبيرة قوي. حازم زي مرحوم أبوه، طول عمره نضيف. يلا يا ماما. حاضر يا حازم، وكرمته فوق كل حاجة. أنا عايز أعرف أنت لبخته وقلت له إيه؟ ما قلتلوش حاجة، طلبت منه خدمة في السجن وعرضت عليه مبلغ ما أحلمش بيه، طلع غبي. ده أنت اللي طلعت غبي. كده يا راوية؟ الواد حازم ده بقى دمه تقيل على قلبي قوي بصراحه. يا باشا انت اللي فاتح له الباب على الغارب قوي، وانا عايزك تاخد بالك من الحكايه دي وتفتح عينك كويس. ده جرى رجلي يا غشيم، صبرك هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. تمام يا فندم، مساعد ابراهيم خيري مباحث جنائيه. خدوها على البوكس. امشي الضهر. كنت خايفه، كنتش قادره استحمل ضرب الرصاص، هربت. يا سعاده الباشا دي واحده ست قلبها رهيف، ملهاش في اللول خالص. ما تتكلمش لما اسالك. الهيروين ده ظبط في الفيلا، تعرفي عنه ايه؟ معرفش عنه اي حاجه. معقولة تبقي ست البيت وما تعرفيش عنه حاجة؟ معرفش، صدقني معرفش. تعرفي بس انه بيشتغل في الاستيراد والتصدير والعملة والمخدرات؟ يا سعادة الباشا الحاجات دي كانت مستخبية، واللي مخبيها المرحوم، الهاني ما تعرفش عنها أي حاجة. أنا سألتك وثبتت أقوالك، ما تتكلمش. أنتِ متهمة مع جوزك بإحراز المخدرات بقصد الإتجار. أنا مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي، بعد إذنك. قررنا نحن وكيل نيابة الهرم حبس المتهم صقر سليمان عوض والمتهمة راوية فراج صالح 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في المواعيد القانونية. استنى يا اختي، استنى استنى يا اخويا. اتفضل يا عصفور. يلا يا اختي وفينا ولع. يلا خد الدرج. بعد اذنك اتصل بالمحامي بتاعي. مش محمد بتاعي. يلا يلا يا اختي الطويل. يلا يلا يا ستي.
يلا يا اختي. زكريا محمود علي. رايا رايا الفراق سالم. معاك ممنوعات يا بنت؟ بتبصيلي كده ليه؟ يلا خشي لا عمار. يلا تعالى تكتشف قبل ما تلبسي جلابيه العدل. معاك ممنوعات يا بنت؟ معيش حاجه. معاك ايه يا بنت؟ هيكون معايا ايه؟ سلسلة دهب فص أزرق وعين، حلق دهب فصين، دبلتين. معاكي ولا مليم؟ أبوكي يا نيلة وجابوكي أشفورة. طب يلا يا أختي فوتي قدامي، ده أنتي ما عندكيش ريحة النظر. بابا أنت إيه اللي مصحيكي لغاية دلوقتي؟ مش جاي لي النوم، أصل بفكر في دكتور أوي. قلتلك مش عايزين نتكلم في الموضوع ده مرة تانية. يا بابا بحبها أوي أوي. ممكن قوي الانسان يحب بني ادم وبعدين يكتشف انه ما يستاهلش. طنط رامي عمرها ما تعمل حاجه وحشه. قلت لك مش عايز اتكلم في الموضوع ده مره تانية. وبعدين تيجي لي مصحيك لغايه دلوقتي؟ فضلي خش نامي، عندك مدرسه بكره الصبح. ليه كده يا ابني؟ ده انت عمرك ما زعلتها. غصب عني يا امي، اصلها متعلقه بيها زياده عن اللزوم. لازم تنسى كل حاجه عنها، لازم تنسى اسمها، لازم تنسى شكلها. كانك ابوك بالظبط. طالع له طبعك حامي وتقطع زي السيف. وهو ده الصح. مش يمكن يا ابني تطلع براءة؟ هو انت كمان صدقتيها ولا ايه؟ انت اللي اتسرعت وحكمت عليها قبل المحكمة. القضية ثابتة، ده تلبس، وانا عارف كويس قوي المحكمة هتحكم بايه. مالك يا اختي في ايه؟ مش عارف، مش عارف اللي بيحصل. اهلا اهلا يا استاذ خالد. اهلا يا مدام روي، اتفضلي دي الحاجه اللي انت طلبتيها. شكرا قوي. اتفضلي. ايه الاخبار؟ انا قريت تقرير النيابه وان شاء الله كله تمام، بس عايز اعرف منك الموضوع بالظبط. استاذ ثروت صدقني انا متفاجئه باللي حصل. انا ما كنتش عارفه انه بتاجر في المخدرات. مش قادره اتصور اللي حصل ده خالص، زي ما اكون في حلم. المشكله ان انا كمان مش عارفه اقابل حازم شريف، بس من فضلك تتصرف، اعمل اي حاجه. اطمني يا مدام راويه، الجلسه السبت الجاي وباذن الله براءه. حضرتك ما شفتنيش الاسبوع اللي فات في المحكمه وانا بترافع في قضيه مخدرات، كان واخد اعدام، محاميين مصر كلهم جابوا له اعدام، انا في الاستئناف جبت له براءه باذن الله براءه. بس قولي يا رب، قولي يا رب. باسم الشعب، بعد الاطلاع على مواد الاحاله ومواد الاجراءات الجنائيه، حكمت المحكمة حضورياً في القضية رقم 85 لسنة 1986 جنايات القاهرة بالآتي: أولاً بمعاقبة المتهم صقر سليمان عوض بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم درويش عبد القادر الشناوي لوفاته. ثانياً بمعاقبة المتهمة راوية فراق صالح بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاس. رفعت الجلسة. محكمة! كله بالفولي، اللي ليه ضهر ما يتعبش.
انت مفيش ظهر. مش عارفه لسه ليا ظهر ولا لا، ما بقتش عارفه حاجه. النهاردة ستة يا باشا. حكمك دوميتك. سرقة وسنة. حكمك دوميتك. أدام سنة. حكمك دوميتك. قتل وعشر سنين يا باشا. وأنت حكمك دوميتك. ثلاث سنين مخدرات. سجان المظلوم. ست ايام ساكنه انفرادي للتاديب ووصولها شعرها، والبين اتصرفي معاها على حسب التعليمات. ادلي كده. تعرفوش ان اي حاجه وحشه بتجيبكوا هنا؟ تعرفوا ربنا من الاول. شاطرين دلوقتي، اللي يشوف دماغكم ما يشوف اللي بتعملوه. تأديب من اولكش دي ما حصلتش ابدا. لابد في عنا. بقول لك ايه يا نظري، ده انت امي في داهيه عليكي، واليوم هنا بسنه. خشي خزي. بقول لك ايه، الميه للشرب والجردل للادب. تقعدي هنا زي الكلبه. ما بتاكلش ايه؟ مالك النهارده؟ انا ماليش نفسي. خدي من ايدي. لا معلش يا حبيبتي، مش عايز اكل. معلش انا اصلي اتضايقت النهارده شويه في الشغل، اعصابي تعبانه شويه. عن اذنكم. حازم، في حاجه مستعجله يا امي؟ عايزه اسالك سؤال بس خايفة تتنرفز وتزعل. احنا هنرجع تاني الموضوع ده. هي سجنوها فين؟ ما جاتش عندك يعني؟ خسارة. ما هي لو كانت محبوسة عندك كانت أكيد هتصعب عليك، وكان يمكن تلاقي عندك شوية رحمة.
ده انت ابني وانا عارفاك. لكن بقى مادام ودوها سجن تاني يبقى هدعي لها واقول ربنا يحنن عليها قلب المأمور. زنزانة ستة، عارفة يعني ايه؟ حاجة من الاتنين، لا يريحك لا يديكي تقبيضة. فوتي قدامي. خلي تعالي هنا. تمام يا سعادة المأمور. ايه دي؟ الإيراد الجديد. لا دي حلوة، حلوة قوي. تشكر انت انصراف الحساب يجمع. عناية. هي حلوة بشكل، حلوة قوي. ايه؟ سوابق ولا مستجدة؟ لا 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 على الأرض، هي دي تيجي. السرير أحلى يا حبيبتي. مزاجك إيه؟ تنامي تحت ولا فوق؟ ما ترد يا مرة، اللي بكلمك دي المعلمة صبحية. صبحية لون. أنتِ؟ أنتِ صبحية لون؟ تمام يا باشا. نقلتيها نمرة ستة؟ أيوة يا باشا. بقالها قد إيه؟ ساعة كده؟ ما يجيش يا باشا. طيب كويس. تعالي معايا. فضلة خيرك يا تاج راسي. بقلاوه بالقشطه يا قشطه. الله، ما تكسفيش ايد خدامتك بقى. خدي يا روح قلبي كل. اسم الله عليكي. ده جوزي، جوز المعلم نجف الله يرحمه، في حال المبتدا كان صبي من صبيان جوزك الله يرحمه، درويش بيه الكبير. ومن دلوقتي انت معلمتي وانا صبيتك. كل يا روح قلبي كل. المأمور. ايه الهنا ده كله؟ دي حفلة استقبال دي ولا ايه؟ لا دي زيارة قانوني وداخلالي في السليم يا باشا. واضح انكم طلعتوا معرفة قديمة. لا انا معرفهاش، انا اول مرة اشوفها. انا حطيتك هنا مخصوص، واديني اتأكدت ان السجن فعلا ما فيهوش مظاليم. من بكرة تنزل الشغل. حاضر يا باشا. حضرتك بتعملي ايه؟ تمام. هوم ورك. بتذاكري ايه؟ ميس جيومتري. جيومتري؟ انت عارفه بقى ان انا دخلت كليه البوليس مخصوص عشان كنت ضعيف جدا في الحساب بتاعك ده. قولي لي جيتي مع مين؟ مع مروه. مع مروه؟
انت عارفه ان انا كنت طول عمري بطلع كل الاقباط بتقول كده. كنت بطلع الاول بس بالمقلوب. انا بقى بطلع الاولى بالعدل. ما انا عارف انك بتطلع الاولى بالعدل، بس انا عايز اعرف طالع لمين. لماما. طبعا لماما مش ممكن ليا. يلا خدي بالك من نفسك. كملي مذاكرة بلاش شقاوه. صباح الخير. صباح الفل. تعالي هنا. يا مجنونة. هو يا شيخة؟ ازاي؟ انت اسمك ايه؟ رزق محمد عبد موجود. رزق؟ انت منين يا رزق؟ من طنطا مركز الصنطة. يعني اذنك. ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه؟ راجل. على الأقل يبقى لنا واسطة جوه السجن. طب سيبك منه وتعال. ازيك يا حلاوة؟ ايه يا مدام؟ ما بترديش علينا ليه؟ ايه ده؟ واخدة في نفسها قلم ولا ايه؟ يا جماعة ما تظلموهاش. سيبوا كل واحد في حاله. دي من ساعة ما جت وهي في التوهان. طنطا مخصوص وجايب لك فطير مشالتي وشويه حاجات كده. فطير؟ ايه فطير. طب ما تفضل معانا. لا متشكر. امي هي اللي عاملاها بنفسها. امك؟ ايوه عن اذنك. هي ايه الحكايه؟ السناره رمزت. دلوقتي الورد ده المصلحة وتجيلي على طول. حاضر يا باشا. الاجهزة انصرف ولا لسه؟ لسه فعلا. طب وما انصرفش ليه؟ فضل يروح السفينة. Thank you.
مدام راوية تعبانة، وانت شاغل نفسك بيها ليه؟ اتغدر بيها. انا كنت حاسس باللي هيحصل، الواد المأمور ده طالع نمرة قوي. خطيرة جدا، كان هتروح فيها. يعني هتعيش يا دكتور؟ ان شاء الله ان شاء الله. طب وايه التشخيص؟ محاولة انتحار، حبوب مخدرة. اتفضل سيادتك معايا. دي متحصلات غسيل المعدة. تحب سيادتك نحرزها ونبعتها للتحليل عشان نعمل لها قضية مخدرات؟ قلت يا فندم اكتب التقرير؟ لا بلاش دكتور من فضلك، اعتبرها حالة تسمم غذائي. معلش اصل دي اول سابقه ليها. وارجوك خليها عندك هنا اطول مده ممكنه لغايه لما تخف خالص. تحت امرك. خدوا بالكم منها من فضلك. تحت امرك. متشكر. مع السلامه. في المستشفى، راحت المستشفى، لو ماتت هتبقى مصيبه. طب وهتعمل ايه؟ مش عارف مش عارف. لو ماتت السر هيموت معاها. ايه البرشام اللي عندك؟ انطعي. ما عنديش برشام. امال ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ بعد عنك دول القلب يا باشا، بعد عنك دول القلب. سيبك من كلام الفارغ ده، في حاجه اسمها معمل وحاجه اسمها تحاليل. خليك حلو يا باشا، ده انا قربت اخلص مدتي، حرام عليك تدبسني في 10 سنين، هو ما فيش انسانيه يا اخوالي. في حاجه اسمها قانون. طب بعد حضرتك، بعد اذن حضرتك 5 دقايق بس، على انفراد الاولاد. ايه كلمه سر ولا لا يا باشا؟ بس بعد اذن حضرتك والنبي، بعد اذن حضرتك. خليك انت هنا. نعم. بقول لحضرتك ايه؟ سيبك شويتين كده من الكلام بتاع القانون ده وخليك معايا. انت في ايدك تفقدني وانا في ايدي اسعدك. قلت ايه؟ حد كان قالك عليا قبل كده اني باخد رشوه؟ لا بس ما سمعتش عن واحد يرفض ارنب مقفول مليون جنيه. بس البرشام اللي ظبطته حضرتك دلوقتي ده يتبدل بسبرين وتبعته للتحليل براحتك وتعمل محضر برضه كانك في السليم. قلت ايه كده؟ طب والارنب؟ هعمل تليفون زغنون من مكتب حضرتك وبعد ساعة زمن واحدة بس اتصل بالبيت عند حضرتك، هتلاقي الأرنب وصل في التقفيصة. تقفيصة؟ مش أنا اللي أعمل كده يا أمي طايلة. يا بس سجانة. الله الله، غير إيه يا باشا متروق؟ تعالوا عشان تشهدوا معايا في المحضر. برشام ده ظبطناه عند المتهمة، والمتهمة لسه عارضة عليا دلوقتي مليون جنيه رشوة. اطلبوه رئيس النيابة دلوقتي حالا. حاضر يا باشا. كده برضو يا باشا. تمام يا باشا. تمام قوي يا سعادة الباشا. لا بلاش. اقف عندك يا رزق. Ah!
بتعمل ايه؟ شوفوا صبحية السواسية بتعمل ايه وعملت ايه؟ بص صبحية عملت ايه؟ شوف صبحية عملت ايه؟ بص شوف صبحية عملت ايه؟ بص شوف صبحية عملت ايه؟ بص شوف صبحية عملت ايه؟ بس شوف في ايه؟ مات يا حبيبتي الباشا البيه المأمور بجلالة قدره تعيش انتي البقية في حياتك راح في نيته ما عادش موجود له أثر يا حبيبتي. أيوة مات يا روح قلب. قتلتيه؟ راح قتلتيه؟ لحظة من فضلك يا دكتور، سيادة الوزير عاوز يطمن على حالته. ايه الحالة؟ خطيرة. تروسي مش ممكن نعمل حاجة؟ للأسف شديد لازم حالة بتر فورا، بلوني امبوتيشن بدر تحت الركبة. مش عارف يا دكتور، حاسس في زي رعشه كهربا كده. لا اول ما تلبس الجهاز وتستعمل الجهاز كل ده هيروح ان شاء الله. ربنا سهل ان شاء الله. طلقك يا اتجوز عليكي رضيت وجات العروسه
عملتني خدامة ذل وبهدلة، ولما اشتكيت له ضربني. إلهي يا رب يتضرب. لكن أقول إيه بقى وحياتي؟ ما حسيتش بنفسي إلا وإيد الهون غرقانة بدمه. قتلتيه؟ لو اللي بتحكمني واحدة ست كانت حست بناري، لكن القاضي راجل طصني 7 سنين آخرهم السنة دي. طب وانتي ناوية تعملي إيه؟ يعني لما هتخرجي هتشتغلي إيه؟ معرفش. مات أبو العيال في حادثة، وكان بيشتغل ميكانيكي في ورشة باليومية، وعندنا 5 عيال ومصاريفنا أكتر من اللي جاي. جريت على التأمينات ما لقيتلوش ملف. تعالي اقعدي تعالي. وبعدين صاحب الورشة الله يسامحه بقى ما كانش مقيده، خبطت على كل الابواب عشان حد يساعدني، ما لقيتش اي حد يساعدني، ما لقيتش غير الطريق ده قدامي. واول يوم دخلت فيه شقه اتقبض علي وخدت 6 أشهر سجن. والعيال؟ ما هو ده اللي مجنني، ما اعرفش حاجه عنه. احنا عاوزينك تكمل معانا ومش هننسى خدماتك. واهو برضه عمل اداري. انا كمان يا فندم عمري ما هنسى سنين الخدمه اللي قضيتها معاكم، لكن انا في الحقيقه افضل انكم تسوي لي معاشي. برضه مصر على تسويه المعاش؟ انا خلاص خدت قرار. حاسس وقتك قوي يا رزق. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. دي اخر مره هركب معاك، بس ابقى تعالى زورني. طبعا يا سعاده الباشا، وانا تحت امر حضرتك في اي حاجه. تمام يا فندم. ازيك يا حبيبتي؟ عملت ايه؟ خدت النشان؟ طبعا خدت النشان. عايز اشوف. طيب هات يا رزق النشان. نعم يا حبيبتي. ممكن اخده اوريه لاصحابي؟ خديه العبي بيتي لاصحابك. لا يا بابا، انت لازم تحطه في اوضتك. طيب حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ بابا ده اعظم واحن راجل في الدنيا. لا ده احن انسان في الدنيا. كانت ايام حلوه قوي اللي قضيتها معاه. بطل وطول عمره بياخد جوايز. حازم ارجوك يا امي تسيبيني لوحدي. يا ابني ده انت كنت بين الحياه والموت، احمد ربنا انها جت على قد كده. انت كنت موت. الموت كان يبقى اهون عليا، اهون عليا من العجز. انا بقى عاجز ليه؟ انا اللي كل دبه من رجلي كانت بتهز الارض كلها وتعمل لها الف حساب. يا ابني ده مقدر ومكتوب. ليه؟ كنت حرامي كنت كسبت 1,000,000 جنيه، لكن يكون نتيجة شرفي اني اخسر رجلي، مستقبلي، وظيفتي. اتفضلي اتفضلي، ادي المكافأة. احمد ربنا يا ابني.
قبلك كبير لكن هيضيع. استنيه. ثم انا محتاج عربيه، واي عربيه هسوقها لازم تبقى اوتوماتيك، والفلوس اللي هتفضل ما يكفيش اعمل بيها اي مشروع. ربنا كبير يا ابني، اشتغل محامي، انت معاك لسان حقوق وفي ضباط بوليس كتير بقوا محاميين. لكن مفيش حد فيهم برجل صناعيه. ثم ان المحاماه، المحاماه عايزه حركه كل يوم ما بين المحاكم وما بين النيابات. وبعدين انا طول عمري في السجون، ما عنديش اي فكره على القضايا. ما ينفعش. عارفه انك بتتألم وانا حاسه بيك، لكن بكره الظروف هتتصلح. تتصلح ازاي؟ من هنا ورايح ما معناش غير المعاش، معاش بس. ومال يا ابني؟ معاشك على معاشي من المرحوم ابوك ونمشي على قدنا كده، وافضل بقيت عمري عاله في البيت. ربنا كبير يا ابني، بس انت ما تعملش في نفسك كده. هيحصل لي ايه اكتر من كده؟ ارجوك يا امي سيبيني بقى دلوقتي، سيبيني لوحدي، ابعدي عني، سيبيني اعملي معروف. وبعدين احنا 10، 6 بنات واربع صبيان. انا اصغرهم انما ايه اجدعهم، محدش فالح فيهم في التعليم، بس انا سبت المدرسه من الاعداديه. ابويا شغال سواق بس بتاع مزاجه، لقيت طريق التهريب قدامي سهل، قلت ما بديهاش اشتغل في التهريب. يا ساتر. وبعدين ابدا ولا حاجه، لا عرفت اهرب ولا هرب الحاجه. طلع لي واد امين لما ايه فتح قوي فاسني، طلع ايه ابن جنيه. راوية فراق صالح. نعم ليك زيارة. هي قالت زيارة؟ هي قالت. ألف مبروك، ألف مبروك يا مدام راوية، الطعن اتقبل في محكمة النقر. ايه براءة؟ لا مش قوي، لسه شوية. في ايه تاني؟ القضية رجعت محكمة الجنايات وهتنظر من جديد. تنظر من جديد؟ يعني ايه؟ يعني يتحكم عليا تاني؟ من ناحية تتحكم عليكي ممكن، لكن بقولي سعادتك ايه؟ ما تقلقيش، طالما أنا حطيت إيدي فيها بإذن الله، بإذن الله براءة. كفاية بقى، كفاية. تعمل لي البحر طحينة، حرام عليك. أنا آسفة يا أستاذ عزت، أعصابي تعبانة، عن إذنك. الحمد لله على السلامة يا سعادة الباشا. سعادة الباشا، الحمد لله على السلامة يا باشا. ازيك يا عمر؟ بقالك أكتر من سنة محدش بيشوفك في النادي. معلش ظروف بقى يا عمر. الله يجازي ولاد الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يخليك يا عمر. صباح الخير. إيه؟ مش مصدق؟ لا صدق يا حازم بيه. ولا تحب اقول لك يا سياده المامور؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ الحكم الاولاني اتنقض والتاني طلع براءه. يبقى اكيد واحد منهم غلط. خلاص احكم انت. حكمي انا مش كفايه؟ يا ترى لو كنت لسه مامور السجن وجالك الحكم ببراءتي كنت اقتنعت بيه؟ انت عرفتي ازاي ان انا هنا؟ من آية والحاجة في البيت. دخلوك ازاي؟ الحاجة عمرها ما شكت فيا. حازم انت عارف ارتباط آية بيا وحبي ليها. انت عايزة مني ايه بالظبط؟ عايزاك تصدقني. عايزاك تتأكد ان انا بريئة وان انا كنت مظلومة. عايزاك انت اللي تحكم ببراءتي مش المحكمة. وايه أهميته؟ ان انا محتاجاك. صعب دلوقتي. حاجات كتير قوي اتغيرت، خلاص مبقاش ينفع. انت فهمتني غلط، انا عايزك تساعدني. انا
مش عارف حتى اساعد نفسي. حازم مش انت اللي تقول كده، انت طول عمرك راجل واقوى من الظروف. ممكن تيجي معايا مشوار صغير؟ على فين؟ ما تخافش مش هخطفك. انت خرجتي من السجن امتى؟ بقالي مده بس ما حبيتش اجيلك الا لما وقفت على رجلي. قصدك لما احتجتيلي؟ الاثنين. ممكن تيجي معايا؟ قلت ايه؟ يلا. مصنع ملابس؟ انت جبتي فلوسي كلها منين؟ ما خبيش عليك، بعت كل اللي حيلتي، البيت والعربيه والصيغه، مكان الخياطه جبته بالتقسيط. وانا بقى داخل ايه في كل ده؟ مستعجل على ايه؟ هتعرف كل حاجه. اتفضل معايا. سكر. يا لهوي قرعوش. قرعوش؟ انت مسميني قرعوش؟ وانت بقى زيك يا ما تقولش يا مذنبه، خلاص كفاره، اسمي خدامتك سكر. فاكرك يا سكر، فاكر ادويتك كويس كمان. لا دي سكر بقى صنايعيه هايله، مش ناقص غير الراجل اللي يقدرها ويفهمها. ايه ده ايه ده؟ اتفضل. اتفضلي. هاديه. افندم. ازيك يا هاديه؟ انا لسه فاكرك، ضرب افضى الى موت. كانت لحظه ضعف وبندم عليها. اتجوزتي هادي ولا لسه؟ لا توبه. ايه يعني مش ناوي تتجوزي ولا ايه؟ حرام عليك يا سعاده البيه، ده انا مصدقت اخدت افراج. اتفضل معايا. شد حيلك. امان انا ما شفتكيش قبل كده. لا انا جيت بعد ما حضرتك مشيت. ودخلت السجن ليه؟ قتلت جوز امي، حاول يغتصبني، اخدت 6 شهور رجعنا عن النفس. مبسوطة هنا؟ الحمد لله. بركة في دم رأيك طبعا. طبعا. اتفضل. شدي حيلك. ظهرة. أفندم. فاكرها؟ طبعا. أداب كنتي مش كده؟ أنا مش قادرة أصدق إزاي ده حصل. أنا كل ما أفتكر مش قادرة أصدق نفسي. معلش هدي نفسك، أنت عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله. لولا مدام راوية كنا زماننا اتبهدلنا كلنا. عادي يا فندم. أفتكر واحدة زيها لو كانت عايزة ترجع للطريق التاني كانت هتكسب أكتر من أجرها هنا في المصنع. ولا إيه رأيك؟ الأربعة اللي أنت شفتهم هم اللي خدوا إفراج السنة دي. والباقيين؟ أكثرهم سواد. أعمل إيه؟ أصل أي مصنع لازم هيطلب منهم شهادة حسن سير وسلوك. على العموم أنا ما بشغلش أي واحدة فيهم إلا إذا حسيت إنها فعلاً عايزة تقول. مش يمكن إحساسك ده يكون غلط؟ ما تنساش إن أنا كنت عايشة معاهم وعارفاهم كويس. اتفضل. دي عايزة تعملي مصلحة اجتماعية ولا إيه؟ السجن ما فيهوش مظاليم بس مليان غلابه. ما تنساش ان انا كنت عايشه في وسطيهم وحاسه بيهم. الظروف هي اللي غصبت عليهم، لكن لما تمدت لهم الايد الحنينه اغلبهم هيقعدوها. السجن ما بيخرجش ملايكه، اللي بتدخل السجن مغمضه بتخرج منه مفترسه، ومين عارف يمكن يبقى وراها مجرم ولا عصابه مستنياها. بكره تشوفي، ممكن يسرقوكي ويعذبوكي ويدخلوكي في متاهات ومشاكل انت مش قدها. اتحداك ما تصدقيش كل واحده تقولك هتوب. مين عارف يمكن تكون واخده الشغل هنا في المصنع ستاره، تخبي وراها بلاوي كتير قوي بتعملها في السر زي تجاره المخدرات مثلا. مش يمكن اكون انا عامله المصنع ده ستاره وانا في الحقيقه
الحقيقة بتاجر في المخدرات. ها ايه رأيك؟ لا. وايه دليل البراءة؟ احساسي. الكلام ده من قلبك؟ لكن ما قلتليش انتي عايزاني اساعدك في ايه؟ عايزاك تبقى معايا في المصنع، عايزاك تبقى المدير. يعني عايزاني اشتغل موظف عندك. حازم انت الامتى هتفهمني غلط؟ ادخل شريك بمجهودك. حازم من فضلك عايزك تحميني وتساعدني على الخير. وانتي منتظره مني رد دلوقتي؟ هتفكر في ايه تاني؟ راوي حكيتي على كل حاجه، وانت يا ابني لازم تعوضها عن اللي عملته فيها وهي في السجن. ايه اللي انا عملته فيها وهي في السجن؟ انا عملتها كمذنبه محكوم عليها في جنايه. لكن دلوقتي بعد ما اتاكدت من براءتها لازم تقف جنبها علشان خاطر ترضي ضميرك وعلشان ترضيني انا كمان، وانت عارف كويس قوي ان انا وبنتك بنحبها. جون وي، ادي مورفي، الان ديلون، ميكي رول، وودي الن، جون بريد، مارلين مارول، ووفي جومبر، تيجي نرقص؟ ما تنسى الموضوع ده بقى، هتقلبها نكد ولا ايه؟ يلا يلا. المزيكا حلوة قوي، الليلة كلها حلوة. فاكر أيام السجن؟ دي أيام مش عايز أفتكرها خالص. ليك حق، ما كنتش بصعب عليك. أنتي أكيد كرهتيني قوي. حاولت ما قدرتش. طب ما تيجي نغير الموضوع ده. ما تيجي نغير المكان كله. ماشي. اتمنى ان ربنا يكون بخاطرك. انا طالع جلسه يوم السبت الجاي. قال لك حسن خليهم يتصرفوا وزي ما اتفقنا. لا 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 لا، انا الكلام ده ما يدخلش دماغي ابدا. لو ايه؟ فتحت مصنع جديد وعينت الضابط مدير ليه، ورايحه وجايه معاه للنهار. انت امك جيش تزورني ولا تعمل معايا واجب؟ هي يعني سألت على مين لما هتسأل عليك؟ ولاد الرجال اللي اعتلموا البوليس مع المعلم، ما شافتهمش بقرشين؟ هي حاسة بحاجة، دي ولا كأنها تعرف حد. وانت ما تكلمش معايا ليه؟ أنا معاني بصراحة كده، يعني خفت لما لقيتها نايفة على الظابط. هو أي نعم طلع معاش، إنما واصل ويعرف ناس كبارات. ماشي يا راوي يا بنت المعلم فراج والمعلمة عطا. ماشي. عبدو. جاهز. جاهز. خليك بعدين، خليك بعدين. اخبارك ايه دلوقتي؟ الحمد لله، كنت قاعده مؤقتا عند جماعه قرايبي، ودلوقتي لقيت اوضه كده جنب المصنع.
لكن اقول ايه بقى؟ ايه في ايه تاني؟ صاحبة الأوضة عاوزة 200 جنيه مقدم، وقال ايه؟ حد يضمني من المصنع. خلاص يا ستي أنا هضمنك. أنت؟ أيوه. مش معقول. وأنا كمان هديلك 200 جنيه. وإذا فضلتي ماشية مظبوط هديلك مكافأة كمان، إيه رأيك؟ عليا النعمة أنت راجل جدع. لو إنك ياما طفحت لنا الكوتة. إيه مش أنا اللي بتقولي عليها يا رش. أنت أكيد عايزة حاجة. في إيه بقى تاني؟ ما تحرمش. حضرتك ناقصك حاجة تانية بقى؟ مش فاضل غير العريس. هو انت العريس ده هو اللي هيجننك. صباح الخير. صباح النور. هو دي مش شركة مصر توان للملابس؟ ايوه. طيب حازم باشا موجود؟ تمام. انا رزق محمد عم موجود. هو انت رزق؟ ايوه انا رزق. طلع في قسم التشغيل جوه. في قسم التشغيل جوه؟ ايوه. الله يخليك يا باشا. انا جبت لك الخيط الاسود لان كل دول كحلي انا وبعدين الخياطه ما كانتش كويسه المره اللي فاتت. ها؟ وعايزين نطبقها كويس زي كل مرة. حاضر. رزق. تمام يا سعادة الباشا. ازيك يا رزق؟ صباح الفل يا باشا. ازيك يا رزق؟ الحمد لله كويس. أخبارك إيه يا عم؟ كويس ازيكم ازيك يا رزق؟ الحمد لله. إيه لابس مدني كده ليه؟ عندك أجازة ولا إيه؟ لا يا سعادة الباشا أنا خلاص وفيت مدة التجنيد بتاعتي وبدور على شغل. كده؟ رزقك في رجليك. اسمع بقى، إحنا اشترينا عربية صغيرة بننقل فيها الحاجة دي كلها. ايه رايك تشتغل عندي سواق ب 150 جنيه في الشهر؟ بكام يا سعاده الباشا؟ 150 جنيه. 150 جنيه حلوين. ربنا يكرمك يا سعاده الباشا ويكبر في خاطرك ويخلي لك الست الحاجه والاموره الزغنطوط. الله يخليك يا رزق، وخليك مع البنات ده، خد بالك منهم. ها بس ابعد عن البنت دي، بتدور على عريس، خد بالك. ازيك يا سوق؟ ازيك يا رزق؟ عامل ايه؟ كويس انت كويسه يا سوق؟ وبعدين؟ انا مش عارفه ليه حازم اتاخر لغايه دلوقتي. ما تقلقيش، هو كده من يوم ما مسك المصنع 6 أشهر دلوقتي وهو يخرج الصبح ما يرجعش غير اخر النهار. بس مش عايزه احكي لك بقى حال المصنع ايه. الحمد لله الانتاج زاد والمكسب اكتر. المهم ان بابا خلاص ما بقاش حزين ولا متالم، ورجع بابا اللي بيحبني وبيبوسني وبيضحك معايا زي زمان قبل الحادثه. اهو جه. اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ كمان واحده. لا انت طماعه قوي. كمان واحده. انا ايه الشهاده دي؟ ايه الحلاوه؟ ايه ده الفستان ده جبتيه امتى؟ تنطراوي يا تنطراوي هنا؟ انت مش تقولي لي من الصبح ده؟ اهلا بابا يا هاني. اهلا يا حازم. ازاي صحتك؟ انا كنتش فاكرك في العزبه. انا عزمتها لسبب وهي جت وجايبه لك مفاجاه. مفاجاه؟ مفاجاه. اتفضل قدامي. انا مفاجاه. ايه كده؟ ايه ده؟ دي بمناسبه ايه دي؟ عيد ميلادك يا بابا. انت ناسي؟ طبعا كنت ناسي. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. كل سنه وانت طيب يا بابا. وانت بالصحه والسلامه. وانا كمان. لا مفيش، انت كنت عارفه المفاجاه وما قلتليش. انا بقى لا. ايه رايك؟ حلو؟ طبعا حلو قوي. بتقول لك الترته يا سيبان. ايوه فاهم يا اختي فاهم. انا بقوية بس. مساء الخير يا سعاده الباشا. مساء الخير. ايه انتوا بتعملوا ايه؟ انا لسه دلوقتي. خير يا باشا. ما بلاش حكايه باشا دي. هو احنا نقدر برضه يا سعاده الباشا؟ هترجع تقول لي باشا تاني؟ في ايه؟ الناس كلها روحت، قاعدين بتعملوا ايه؟ انا مش قلت لك يا باشا ان كله تمام و100 100، مش ناقصني غير حاجه واحده بس. ايه؟ العريس؟ وما لقيتيش الرزق؟ يا دي الخيبه التقيله. يا مؤاخذه يا سعاده الباشا، انا كلمت اهلها ومش ناقصنا غير تشريف سعادتك يا سعاده الباشا. انت ميتك 150 جنيه، وانتي؟ 80 بس يا باشا. خلاص هعملهم لك 100، وانت بقى هديك شهرين مكافاه. ربنا يخليك لنا يا سعاده الباشا. اعملوا لنا فرح حلو كده، واعزمي كل زميلاتك في المصنع هنا، وفستان الفرح والشربات عليا. ماشي يا باشا. دي هتبقى لينا تيكي تيكي طمطم. تيكي ايه يا روحي؟ طمطم. لا مفيش طمطم ولا حاجه يا باشا. على عز سعادتك. على عز سعادتك يا باشا. ايه ده انتوا لسه هنا؟ Thank you.
الجلسة سرعان. عبد زلطة، محمد عبد الجواد، محمد حسني، هو لازم يعرف ابنه التالت وجاب عسكري التالت. والنبي يا طويش، عيش وحلاوه حبيبنا الحلوين. ازيك يا معلم صقر؟ وحشني يا معلم صقر. يلا يا راجل يا حلاوه. وبيجرح كتير.
كان حلو قوي. فرحت لهم قوي. بتفكر في ايه؟ بفكر في اللي انت بتفكري فيه. طب ايه رايك؟ انا ما عنديش مانع، يا ريت. طب ولو قلت لك ان انا بخطبك تتجوزني؟ بس انا ليا شروط. وانا تحت امرك. اول حاجه الفرح يبقى في الاوتيل ده. موافق. وبعدين كل زمايلي اللي كانوا معايا في السجن يبقوا في الفرح. موافق. مهم جدا تبقى السجانة موجودة كمان، دي أهم واحدة. وزمايلك الضباط كلهم بما فيهم اللي قبضوا عليا. حاضر. موافق. يبقى اتكلنا على الله. بقى كده؟ ايوه انا حضرت الفرح وشفتهم بعناية. دول اللي هياكلهم الدول. يعني اتجوزته فعلا؟ ايوه الجمعه اللي فاتت، هما الوقت في الاكامضي، وكمان كام يوم هيجوا هنا لاجل يقضوا شهر العسل. طب وانا؟ ما هي بقى فكرت لسه في السجن. ماشي. مش سهر سليمان اللي اتاكل اوانطه شديد. وجب يا معلم، انت طقم، انا دراعك اليمين. اسمع الكلام اللي حولوله، انت ترجع دلوقتي تخليك معاها خدام وغفير لغايه ما تلاقي الفرصه المناسبه، بعدين تجيني او تبعت لي، فاهم؟ واجب يا معلم، بس على الله وقتها تفتكرني. سلام يا معلمي. وبعدين يا معلمه انت رسمها ازاي؟ وبعدين يا عدو هتفهم كل حاجه. افهم ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. بعدين يا زلطه هتفهم كل حاجه. خد ولع وخش عليا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا ست. نورت العزبة كلتها يا ست. ألف حمد لله على سلامة الست الكبيرة. يا أهلا وسهلا. الله يسلمك. وعروستنا الصغيرة كمان. يا مرحب يا مرحب. أهلا أهلا. تعيش. أمال الباشا فين؟ أمال هيوصل بكرة إن شاء الله. بالسلامة إن شاء الله. أنا فرشت الفرش ورشيت عشان الهاموش وكبة شي جاهز. طب خد يبقى هاتوا حاجة عشان. من عيني يا ست، من عيني. بتعملي ايه وبتفحتي في ايه يا حلوة؟ انت مين؟ ده عبدو زلطة. صار الحمد لله على السلامة، نورت العزب. انا بقى مش عارف اقولك يا عروسة ولا يا معلمة. انت خرجت من السجن امتى؟ هربت اول ما عرفت انك خرجت من السجن. ولا كنت فاكرة انك هتلهطيها ولعة لوحدك؟ خضتني. فوتوا قدامي افلغ الخزنه كلها في جتتك. ايه واموت؟
والسر يموت معايا ولا ايه؟ غلبتيني يا معلمه، نتفاهم بالاصول اهو كده. ما تبقاش تنسى العين ما تعلاش. بصراحه بقى تكتيك اخر معلمه، تفتحي مصنع وتتجوزي ضابط، يعني لا يمكن حد يشك فيكي. انت فهمت غلط، انا بطلت اللون. لا فكيها، ده الزمار يموت. اه وصوابها بتلعب. قلت لك انا توب. ومال يعني عايزه فرضاني مش عايزه شريك، زي بعضه وماله. بس بقول لك ايه، ما تنسيش وقفتي معاكي قدام النيابه، يعني انا لو شهدت بالحق كنت خدت تأبيده ولسه فيها لغايه النهارده. لو البوليس مسكني حبعبع واخدك معايا في الرجلين. ها قلت ايه؟ هات من الاخر. عايز كام؟ 10 مليون. ياه، وجاي على نفسك كده ليه؟ بقول لك ايه، المعلم درويش الله يرحمه قبل ما يموت دفن هنا في ارض العزبه 10 كيلو بودره، يعني يسوى كام؟ 20 مليون. انت النص وانا النص. ها قلت ايه؟ انا بطلت الشغلانه دي خلاص. بقول لك ايه، انا النص وانت النص، يا بودره يا فلوس، يا وعند اللي يشتري ويهربني على اوروبا اعيش ملك زماني. ها قلت ايه؟ دي بقول لك في ايدي البودره دي، انا رميتها في المصرف. نعم يا اختي، ترمي ايه؟ ترمي 20 مليون جنيه؟ عبده زلطه ده عمري كله 20 مليون جنيه. ده عمري كله يا معلمه، يا بنت المعلمه عطه. بالسلامه يا معلمه، يا بنت المعلمه عطه. اهلا وسهلا يا باشا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه مالك واقفين كده ليه؟ راويه خرجت من الصبح ما رجعتش لحد دلوقتي. يعني ايه؟ ايه اللي حصل؟ ان شاء الله سليمه ما تقلقش. بقول لسيادتك ايه، ما تيجي ندور عليها بالكاريتي. طب هنروح ندور عليها، تعال معايا. ترى ايه اللي حصل سليمه؟ الله ملهاش يا ياسر. وبعدين هتلف وتتعب حوالها، احسن لك تخلص في السليم. قصدك ايه يعني؟ انا عندي استعداد اوصلك للي خطفوه. اتخطفت؟ مين اللي خطفها وعشان ايه؟ هناك هتعرف كل حاجه، بس لو ما نفذتش المطلوب لا انت ولا هي ولا هم راح يرجعوا. من هناك جديد ومعايا الباشا. اتفضل يا سعاده الباشا، اتفضل. اهلا يا سعاده الباشا. اهلا. انا شفتك فين قبل كده؟ انا كنت بشتغل عند درويش بيه ومن رجاله حرمه المعلمه راويه فراج صالح. معلمه؟ ابا عن جد، ابوها من اكبر تجار الصنف، امها المعلمه عطا. ايه انت هتستعبط ولا ايه؟ طب هي فين دلوقتي؟ موجوده في الحفظ والصون، بس البودره اولا. بودره؟ بودره ايه؟ البودره اللي كانت مدفونه هنا في المزرعه ال10 كيلو. اصل مش معقول تكون متجوزاك ومأكلاك الاونطه. اونطه ايه انت رخ؟ انا كمان بقول. طيب طيب ماشي، هي فين؟ موجوده. البودره اولا. طيب طيب هي فين؟ الله، ده حب بقى. ماشي زلطة، افتح الباب. انت هنا يا شديد، واقفل ورانا الباب. عامي يا عروسه، سبع البرومبه وصل. صحيح الكلام اللي انا سمعته ده يا معلمه؟ انا اتولدت لقيت اهلي كلهم كده. درويش نفسه كان صبي عند ابويا. ابويا قبل ما يموت جوزه لي عشان يحميني من تجار السوق، يعني كان جوزي بالاسم وبيشتغل لحسابي. لقيت نفسي بكمل اللعبه لغاية ما قابلتك. يعني خدعتيني تاني. أنا عمري ما غشيتك، يمكن أكون خبيت عنك الحقيقة، بس أنا تبت بجد صدقني. والبودرة المدفونة ما طلعتهاش يا معلمة؟ طلعتها ورميتها في المصرف. ما بلاش اللون ده يا معلمة،
انا لسه ما مدتش ايدي عليك. ايدك ما تتمدش عليك. Thank you.